فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يشكو من تساقط شعر لحيته، فقيل له إن علاج هذا التساقط هو أن يحلقها مرة واحدة ثم يتركها فينبت الشعر ولا يتساقط. يقول: لا لا، ما يجوز، هذا حرام، ما يتعالج بشيء حرام، ما يجوز حلقها، الحمد لله، تساقطها بدون اختياري، يرضى بهذا، الحمد لله. نعم.